تعالى نحاول نفهم هذه الحرب الدائرة من يوم 7 أكتوبر ولحد النهاردة، احنا بنتكلم في 8 نوفمبر، بقالنا تقريبا قد ايه؟ 32 يوم تقريبا، او شهر يوم دلوقتي 31، يبقى 32 من 7 أكتوبر لحد يوم 8. هي مليئة بالمستجدات كما هي مليئة بالجرائم للأسف الشديد، كما هي مليئة بمشاهد أوضاع إنسانية مخيفة صادمة وليست فقط متردية. لكن زي ما أنا بدأت معاك الحلقة، هل هناك شيء ما يدفع إلى الأمل؟ أقول لك والله أنه ملف الأسرى على سبيل المثال، وده واحد من أهم الملفات اللي مصر اشتغلت عليه وكانت الوسيط الرئيسي في، لا هي الوسيط الوحيد في أغلب الأمور، بيشهد تطور ما. هتلاقي إذاعة الكيان الصهيوني تحديدا بتأكد قيام أهالي الأسرة بأن هم أصدروا جوازات أجنبية وبالتالي تسهل عملية إخراج أو إنقاذ زويهم. طيب لازم أفهم القصة ماشية إزاي، يعني مسألة إصدار الجوازات الأجنبية دي هل هي بهذه السهولة ولا هي بهذه السهولة تحديدا لحملة الجنسية الإسرائيلية؟ يعني خليني هنا أسأل أستاذ إيهاب عباس الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية. أهلا بيك يا أستاذ إيهاب. ألو يوسف، وأهلا بالمشاهدين. أنا هستأذن حضرتك، بس أنا الحقيقة سامع الكنترول وصوت حضرتك بعيد جدا عني. طيب يبقى الكنترول لازم يقفلوا الصوت ويسيبوا صوتي بس. يقفلوا الصوت وسمعونا الأستاذ إيهاب بوضوح لو سمحتوا. أيوه إحنا معاك أهو يا فندم. الصوت كده واضح؟ تمام أهلا. طيب كده صوت حضرتك واضح، اتفضل. ايوه انا كنا بنتكلم على مساله انه على ما يبدو هناك تطور ما او مستجد ما في مساله ملف الاسرى تحديدا اللي موجودين لدى جانب المقاومه الفلسطينيه، واذاعه اسرائيل كانت بتتكلم على انه بعض من اهالي هؤلاء الاسرى اعلنوا صراحه انه خدوا جوازات سفر اجنبيه، وده من شانه انه يسهل عمليه انقاذهم او اخراجهم. الحقيقه استاذ يوسف انا ما عنديش تفصيله بالموضوع ده الحقيقه، فانا مش هقدر اتكلم على حاجه انا ما عنديش اي بيانات فيها. هل خدوا الجوازات السفر دي من دول اخرى يعني ينتموا ليها مثلا، معاهم جنسيات اخرى بجانب الجنسيه الاسرائيليه؟ الحقيقه انا ما عنديش فكره عن الموضوع. الا انه ننتقل حتى لزاويه اخرى في النهايه، وده مهم جدا، هي مساله الشان الامريكي تحديدا، وهو المتعلق بتصريحات بلينكن اللي ممكن ما تبقاش مفاجاه بالنسبه لي ولا ممكن تبقى مفاجاه برضه بالنسبه لحضرتك، لكنها تصريحات شديده الاهميه على انه بلينكن يوضح ويصرح علانيه برفض التهجير وتأييد حل الدولتين، وهذا لم يكن يعني الموقف الرئيسي قبل يوم 7 أكتوبر مباشرة، ويمكن لمدة أسبوع أو أسبوعين كمان من بعد عملية طوفان الأقصى. طيب أنا في النقطة دي يعني اسمح لي أوضح الدنيا ماشية إزاي هنا في أمريكا والموقف الرسمي الأمريكي. الحقيقة هي الجزئيه دي بس انا هختلف فيها مع حضرتك شويه، انه الموقف الرسمي الامريكي انه لا تهجير من غزه من زمان، مش بس من بعد 7 اكتوبر والضغوط اللي مارستها مصر ودول عربيه اخرى والعالم، لا ده الموقف الامريكي مستمر طول عمره انه لا تهجير لقطاع غزه داخل الاراضي المصريه. طبعا في لغط كتير صار مع بدايات هذه الحرب، وبني هذا يعني الموقف لدى الكثيرين انه في رغبه اسرائيليه للتهجير الى قطاع غزه بسبب حاجات حصلت قبل كده، سواء التصريحات اللي قالها الرئيس الراحل الاسبق حسني مبارك رحمه الله عليه، انه كان في حوار بينه وبين نتنياهو، وكان نتنياهو يعني قالها له بصوره كده وديه يعني ننقل الفلسطينيين في سيناء، وانه الرئيس المصري حسني مبارك رفض ذلك التوقيت. بالإضافة إلى أنه طبعا في كلام جوه اليمين المتطرف داخل إسرائيل أنه هناك لديهم رغبة طبعا لتهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر، المهم يبقوا خارج الأرض اللي هي بيعتبروها أرض موعودة وكل الكلام. برضو ده طبعا غير مقبول، وحتى غير مقبول داخل إسرائيل، يعني عند القادة الإسرائيليين اللي هم دايما بيمسكوا الحكم سواء كانوا ليكود أو عمل، دايما هتلاقي موقفهم انهم مش عايزين ده يحصل. لا، هي الفكره كلها انه في صراع مع الجانب الفلسطيني، صراع بيبقى كثير منه صراع دموي،
وخلافات على أرض، خلافات على مستوطنات، إدارة إلى آخره، لكن ما فيش حد فيهم قال إن احنا نخرج الفلسطينيين ونحذفهم على مصر. الموضوع ده صعب يتنفذ، لا يلقى أي لكنه دعم لكنه الإدارة لكنه ولا حتى لو كانت جمهورية. لكنه أستاذ إيهاب هو كان مشروع الحقيقة لم يكن سرا، يعني جاريت كوشنر كان شريكا في صياغة هذا المشروع في وقت ولاية دونالد ترامب على مسألة تبادل أراضي وتهجير وما إلى ذلك، يعني وده عرض على أغلب زعماء المنطقة أو قل على أكثر زعماء المنطقة اهتماما بهذا الملف. أنت حضرتك تقصد يمكن صفقة القرن. ما هو ده تهجير. مظبوط. أي إذن وده اللي أنا بقوله. برضو الكلام دوت غير لا غير قائم، لا غير قائم، ولم يتم الموافقة عليها ولم يكون لها مكان. وحتى لو جاء دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة مش هيكون ده موقفه، يعني دونالد ترامب لديه مواقف أخرى دلوقتي غير المواقف اللي كانت موجودة قدام فترة حكمه خلال 2016 لغاية 2020 أو آخر أول 2017 لغاية آخر 2020. دونالد ترامب دلوقتي عنده فرصة تاريخية إنه يحقق انتصار على جو بايدن في الانتخابات الرئاسية القادمة إذا ما استطاع أن يعني يأتي بخطة جديدة لإحداث سلام حقيقي في الشرق الأوسط مبني على حل دولتين. أعتقد أنه هيكتتح الانتخابات الرئاسية القادمة. لكن المشكلة النهاردة أنه أنت يعني إحنا بنقول أنه طيب بايدن بيدعم إسرائيل وبيقدم لها كل التنازلات وخطوط الحمراء خطوط حمراء وإلى آخره وكل أنواع الدعم العسكري والتمويل، لا يبقى إحنا مش عايزينه، إحنا مش هننتخبه. طيب ما انت المقابل عندك هيكون مين؟ هيكون رئيس جمهوري. الرئيس الجمهوري اذا انت مش ضامن ان هو عنده خطه حقيقيه، فهو هيكون خطه حقيقيه لاحلال السلام هيكون دعمه لاسرائيل اقوى من اي رئيس ديمقراطي عشرات المرات. هدي لحضرتك مثال، المرشح المحتمل حاكم ولايه فلوريدا رون دي سانتس. عمل ايه رون دي سانتس مع بدايات الحرب دي الاخيره من 7 اكتوبر؟ تخيل حضرتك ان هو جمع أموال من شركات ومتبرعين من أوساط الشعب الأمريكي لشراء أسلحة وإرسالها على حسابهم برضو إلى إسرائيل. اشترى أسلحة متنوعة بمبلغ ضخم، يعني هو جمع تقريبا حوالي 45 مليون دولار أو 60 مليون دولار ده يشتري حاجات كويسة. موقف رون دي سانتس مفهوم جدا، يعني حتى من قبل الحرب وبكتير. يعني رون دي سانتس في من أقل من سنة وكان في مؤتمرا صحفيا في حديث حول هل هتترشح ولا مش هتترشح وهتعمل ايه، فقام احد الصحفيين وحياتك أدرى وتحدث معه عن الملف الفلسطيني والضفة الغربية، فقال له نصا لا اعرف شيء اسمه الضفة، انا اعرف يهوذا والسامرة. هو موقفه بالغ التشدد. بالضبط. وحتى احنا على المستوى الداخلي في امريكا هنا هو يعني حتى في اوساط الجمهوريين غير مرغوب فيه. يعني انا شخصيا ميولي جمهوريه وبنتخب دونالد ترامب، ما بنتخبش جو بايدن ولا بنتخب ديمقراطيين بسبب حاجات كتير داخليه وحاجات خارجيه. فبالنسبه لي رون دي سانتس ده شخص يعني شديد التطرف ناحيه اليمين، وانا بعتبره خطر على المجتمع الامريكي وعلى السياسه الامريكيه الخارجيه حتى. فلذلك تخيل لو ده نجح، يعني تخيل مثلا لو دونالد ترامب ما نجحش وده نجح. انا ليه بقول دونالد ترامب ربما يكون في بعض الامل وممكن الكلام يطلع غلط؟ بقول كده لانه دونالد ترامب في نهايه المطاف هو رجل اعمال، ومن سمات رجال الاعمال انهم دائما يفضلون ان تكون الاسواق هادئه ومكان مناسب للاستثمار سواء داخليا او خارجيا. يعني الراجل ده عنده اموال واستثمارات في كل حته في العالم. فهو النهارده لما هيسعى الى احداث حاله من السلام في اي مكان في العالم ده هيعود عليه بالنفع هو شخصيا طبعا، واعتقد ان هو هيحاول يعمل ده. يعني هو حتى اتفاقيه السلام الابراهيمي وان كان هناك اعتراضات عليها كثيرا في الدول العربيه والشعوب العربيه الى اخره، الا ان الراجل ده استطاع ان يحقق شيء، استطاع ان يضع كثير من الدول واسرائيل من بينها على اولى خطوات طريق السلام، حتى لو كان ده بخلاف رغبه الشعوب. لكن رغبات الشعوب ومواقف الشعوب من الممكن يحصل لها يعني تدويب في بعضها البعض، ويبقى في فكر مستقبلي انه يجب ان يعم السلام. تفتكر انطلاقا من ده انه مسار حل الدولتين من الممكن ان يكون اكثر سلاسه، او انه قدوم الجمهوريين قد يهيئ الارض امام مسار حل الدولتين؟ اعتقد ذلك،
إذا كان عندهم رغبة حقيقية وتكون يعني إسرائيل خارجة من حرب غزة منهكة سياسيا وعسكريا وشعبيا، أعتقد هتكون الأرض مهيئة لده. وطبعا الفلسطينيين هيكونوا نفس الشيء، والعرب هيكون نفس الشيء، والعالم هيكون نفس الشيء، كله هيكون منهك. طيب، خاصة انه انا عندي نظريه معينه في الحرب الدايره، انه بنيامين نتنياهو عشان ينقذ نفسه سياسيا وعسكريا من مصلحته ان يعني يجعل هذه الحرب مستمره حتى صح. الانتخابات الرئاسيه الامريكيه القادمه. صح جدا. لو جاء رئيس جمهوري هو هيتوقع منه دعم بقى عشرات الاضعاف، لانه تخيل انت حضرتك يا استاذ يوسف انه الاعلام الامريكي هنا اليميني بيلوم الديمقراطيين وعلى رأسهم جو بايدن أنهم لم يقدموا الدعم الكافي لإسرائيل لا عسكريا ولا سياسيا، بالرغم اللي أنت شايفه ده كله، بس هم بيعتبروا أن الدعم ضعيف جدا. فأنا أعتقد أن ترامب إذا استغل هذا الموقف وبدأ في حملاته الانتخابية وفي تصريحاته المختلفة يلعب على الجزئية دي، أعتقد أن هو ممكن يكسب الانتخابات، لأنه في تعاطف شديد جدا في المجتمع الأمريكي وأصوات كتير جدا بيختارها جو بايدن. النهاردة جو بايدن طبقا لاستطلاعات الرأي حظوظه بالفوز بخمس ولايات متأرجحة أصبحت لمصلحة الجمهوريين، يعني خلاص محسومة. ميشيغان، بنسلفانيا، أريزونا، أوهايو، والخامسة أي ثينك وسكونسن، أعتقد وسكونسن يعني، لكن مش متأكد قوي، بس حظوظه بتقل. دونالد ترامب وطني على المستوى الوطني متفوق عليه بالنقط حوالي 16 نقطة، يعني 16%، ده رقم كبير جدا. طبعًا. فإذا استطاع دونالد ترامب أن يفعل ذلك، وأنا ليه بقول إنه احتمال يعمل كده؟ لأنه ليه تصريحات في بداية الحرب كان يفهم منها إن هو يعني ممكن يتعامل بشكل مختلف عن جو بايدن. ليه؟ لو حضرتك تفتكر يا أستاذ يوسف، يمكن تاني تالت يوم طلع دونالد ترامب وقال إنه حماس أذكياء جدا في اللي هم عملوه ده. يعني هو طلع قال كده، يعني ما أبداش لا تعاطف مع إسرائيل ولا أبدأ أي حاجة ولا قال نحرق حماس ولا نعمل لا، هو ده أول تصريح قاله، قال إن اللي عملوه الفلسطينيين حركة حماس ده موقف ذكي جدا. يبقى إذا هو دي رؤية مختلفة، فممكن هو لكنه في نفس الوقت مع زيارته للقدس فاستخدم تصريحات فيها من الايديولوجيا وفيها من السياق من الطائفيه، يعني انه وقال كده نصا انه الامر لا يستلزم. قال انا قلت الكلام ده مرتين، مره لما قابلت جولدا مائير بعد هزيمتهم في 73 وقلت لها انه الامر لا يستلزم ان اكون يهوديا كان اكون صهيونيا، وها انا اكرر ذلك الان مره ثانيه. فهو ايضا يعني انحيازه شديد الوضوح وانحياز قديم يعني. طبعا طبعا طبعا، والانحياز الجمهوري اصلا لدوله اسرائيل وللصهيونيه اكثر بكثير من الانحياز الديمقراطي. بالمناسبه برضو جو بايدن ليه تصريحات في حملته الانتخابيه الماضيه قال فيها انا صهيوني اكثر من الصهيونيين، هو قال كده. صحيح، هو راجل معترف بذلك يعني وفخور بيه يعني. طيب ده خليني اطرح عليك سؤال كمان اذا سمحت لي، وهو متعلق بجو بايدن امامه عام حتى يعني يتم تغيير يعني او يعني نهايه او بدايه نهايه العمليه الانتخابيه ثم رئيس جديد داخل البيت الابيض. هل بتعتقد انه خلال هذا العام هيطرح حل الدولتين على الطاوله السياسيه الدوليه، يعني يتحط على الترابيزة، ولا هيبقى مجرد تصريحات يطلقها جو بايدن ويطلقها بعض زعماء الدول الأوروبية إلى أن يأتي دونالد ترامب أو غيره إلى سدة الحكم؟ حتى اللحظة هي تسير في هذا الإطار، أنا مجرد تصريحات، وأي حد ممكن يقول. أنا ممكن أنا ماشي في الشارع أقول يا جماعة أحسن حاجة للموضوع ده هو حل الدولتين، ممكن واحد بيبيع جرايد يقول نفس الكلام، واحد شغال في مطعم يقول نفس الكلام، لكن الحقيقه الموضوع ايه اللي المفروض يتم؟ انا هقول لحضرتك على حاجه. انتوني بلينكن وزير الخارجيه الامريكي في شهر يناير 2021 مع بدايه عمل الاداره الامريكيه، اول ما تولى حقيبه وزاره الخارجيه، من اوائل التصريحات اللي قالها قال اطالب الفلسطينيين والاسرائيليين بعدم تصعيد الصراع بينهما، لان هذا الملف يعني ليس له الاولويه على اجنده الاداره الامريكيه الحاليه. وجو بايدن كان واضح في بدايه ولايته قال ان الشرق الاوسط مش على اجنده اولوياتي. بالضبط بالضبط، لكن طبعا اضطروا
للتعامل مع الملف، لانه لو تفتكر حضرتك في اعتقد شهر 6 او شهر 7 حدثت الحرب ما بين اسرائيل وحماس برضه في التوقيت ده، وبعد كده مناوشات عسكريه مختلفه الى ان وصلنا للوضع الحالي اللي احنا فيه. هم ما عندهمش رؤيه، الديمقراطيين عاده في هذا الملف رؤيتهم انه نخليه ايدل، لا يتحرك شمال ولا يتحرك يمين، ساكت لا ما فيش اي حاجه. الجمهوريين برغم ان هم اشد قساوه ويعلنونها صراحه في وشك كده، احنا اعداء، احنا مع اسرائيل، بس دايما تاخد منهم هم الحلول. يعني كلما كان اللي بتتعامل معاه واضح حتى لو انت مش طايقه بس ممكن توصل معاه الحل. ده موقف الجمهوريين. الديمقراطيين دائما فيري سنيكي، ثعبانيين في 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 طرقهم، بيستخدموا مبدا العصا والجزره كتير، بيحاولوا دايما يرسموا صوره حلوه وخلابه انه في ديمقراطيه وحريه وحقوق انسان وكده، لكن نو، بيستغلوا دوت اقصى استغلال لمصلحتهم ولمصالحهم الشخصيه. شوف الدبل ستاندرد، المواقف المزدوجه او المعايير المزدوجه مثلا لجون كيرب المتحدث باسم مجلس الامن القومي الامريكي، لما طلع قال لك على، لما سئل في مؤتمر صحفي عن الاوكرانيين والروس، قال انا مش قادر يا جماعه اوصف لكم المجازر اللي بيعملوها الروس مع الاوكران، حاجه رهيبه، وكان هيعيط. لما سأل نفس السؤال بالظبط فيما يتعلق بالفلسطينيين والاسرائيليين، انت ايه رايك في اللي بيحصل في الفلسطينيين؟ قال عادي، كل حرب ليها ضحايا، ودي يعني كولاترال دامج، يعني اضرار جانبيه، الضحايا دايما هيكونوا موجودين بالظبط في اي حرب من الحروب. فاذا المواقف الازدواجيه المعايير واضحه جدا في الاداره الامريكيه، لكن هي عشان هي ما عندهاش رؤيه خالص للملف الفلسطيني، فهي متخبطه في قراراتها. كما سارعوا وتهافتوا لدعم اسرائيل بكل الوسائل في بدايه هذه الهجمه واستمروا بعد ذلك، فوجئوا طبعا برده الفعل الشعبيه والعالميه، اصبحت في غير صالحهم تماما، وعرتهم كلهم فيما يتعلق بطريقه التعامل مع الملف، وان هم بيرفعوا شعاراتهم ما بيعملوش بيها، خلى شكلهم وحش جدا، وبدأوا يتكلموا عن هدف الانسانيه بقى ووقف مش عارف ايه والكلام ده كله. انا عايز اقول لك على حاجه يا استاذ يوسف، وربما انت تكون بتعمل ده بس طبعا انا ما اعرفش، لكن حضرتك تابع السوشيال ميديا الامريكيه، شوف حضرتك الامريكان ازاي متعاطفين مع الانسان، متعاطفين مع الشعب الفلسطيني. والله بيتعاطفوا مع الفلسطينيين اكثر مما بيتعاطف معهم الشعوب العربيه، والله. يعني انا ما كنتش متخيل كده. ده يدل على ايه؟ يدل على انه في فكر بيتغير لدى المجتمع الامريكي، وانه النهارده الناس الصغيره اللي موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي دي بكره هي اللي هتقود البلد، وبكره هي اللي هتبقى في المناصب المهمه، وبكره هي اللي هتغير سياسات البلد وتوجهاتها في كثير من القضايا والملفات. خاصه اللي هم محسوبين على اليسار داخل الولايات المتحده والليبراليين واليسار التقدمي والجماعه دي. هم زي بيرني ساندرز والناس دول. يعني انا مش من الناس الحقيقه التي تعول جدا على الاراء اللي بتكتب على السوشيال ميديا، ومن ناحيه تانية انت ادرى مني برضو بالمجتمع الامريكي بكتير، بس المجتمع الامريكي تاكس بايرز، هو ده عارف بيقيس يعني المجتمع الامريكي تاكس بايرز. شفت المظاهرات حضرتك اللي خرجت بس مظاهرات، يعني انا عايش في امريكا بقالي حوالي 16 سنه، كل انواع المشاكل اللي عدينا بيها هنا عمري ما شفت مظاهرات بالاحجام دي. ده بيدل على انه في وعي بيتشكل المواطن الامريكي. خلينا نتفق على انه المظاهرات حاله مهمه انها تبقى موجوده، لكن هل هي مظاهرات مغيرة للقرار أو قادرة على تغيير القرار أو حتى تحييده؟ الحقيقة أنه لا. حجم المظاهرات بالمقارنة، يعني أنا المظاهرات أنا عندي في كم مقاطعة داخل كم ولاية أصلا، وهو حجم المظاهرات أمام المجتمع الأمريكي اللي بيتعدى 320 مليون بني آدم قد إيه؟ يعني أنا أصلي من أنصار حاجة مهمة بصراحة يا الزهير، أنا لا أريد أن أعطي الأمور، إحنا كعرب أصلنا عاطفيين، فلما بنشوف الحاجات دي بنظن ان احنا نغير وجه العالم، واحنا ولا بنغير وجه العالم ولا حاجه، وجه العالم يتغير بالسياسه، يعني بنقعد على الترابيزات ونتكلم ونعقد امورا واتفاقات وتوافقات، وفلان يرجع وفلان يلتزم وفلان يعمل نفسه مش واخد باله وهكذا، وبالذات جوه الولايات المتحده الامريكيه. يعني تقول لي التظاهر في اوروبا اقول لك له وزن اثقل كثيرا من وزن التظاهر بالولايات المتحده الامريكيه. هنقعد هنتكلم اكتر، ولما تيجي مره تزور القاهره وانا مره اجي ازور واشنطن لازم نتقابل. تنور بنورك، ربنا يخليك، اشكرك
كاتبنا الصحفي الأستاذ إيهاب عباس المتخصص في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية.